تشكيلة الرجاء المتوقعة أمام يوسف يزبرشيد. الرجاء يستعيد خدمات أحد نجومه أمام يوسف يزبرشيد. الرجاء يبحث عن حل نهائي لأزمة لاعبيه. الشابي يعتمد على مهاجمه الجديد. الرجاء يتراجع في آخر لحظة عن فسخ عقد لاعب بارز. ثلاثة أسماء في السباق النهائي نحو رئاسة نادي الرجاء الرياضي. السلام عليكم. إذا كنتم من المتابعين الجدد لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واتركوا لنا لايك للفيديو وشكرا لكم. ثلاثة أسماء في السباق النهائي نحو رئاسة نادي الرجاء الرياضي. أصبح السباق النهائي نحو رئاسة نادي الرجاء الرياضي خلفا لرشيد الأندلسي منحصرا في ثلاث أسماء. وبعد انتهاء الآجال القانونية بخصوص وضع الترشيحات لرئاسة النسور، ضمت القائمة النهائية ثلاثة مرشحين وهم رضوان الرامية وجمال الدين الخلفاوية وأنيس محفوظ. وباشرت الأسماء المذكورة تواصلها مع منخرط النادي الأخضر قبل الجمع العام المزمع انعقاده في 14 من شهر شتنبر الجارية. وسبق للمكتب المسير للنادي تأجيل الجمع العام لعدة مرات، وهو ما خلف غضبا جماهيريا بسبب مطالبة الأنصار بالتعجيل بعقده. الرجاء يستعيد خدمات أحد نجومه أمام يوسف يزبرشيد. يستعيد الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي خدمات أحد لاعبيه البارزين خلال المباراة التي ستجمع يوم الجمعة المقبل على الساعة 7 مساء بمستضيف يوسف يزبرشيد برسم الدورة الأولى من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. وشهدت تدريب الفريق الأخضر مشاركة الحارس أنس الزنيتي الذي كان رفقة المنتخب الوطني في غينيا، وكان الحارس المذكور ضمن بعثة المنتخب الوطني التي عادت من غينيا أول أمس الاثنين بعدما تم تأجيل مباراة الأسود أمام المنتخب الغيني لحساب الجولة الثانية من إقصائيات كأس العالم المقررة في قطر بسبب الانقلاب العسكري في دولة غينيا. ومن المقرر أن يشارك الحارس الزنيتي في المباراة التي ستجمع فريقه الرجاء الرياضي بيوسف يزبرشيد الجمعة المقبل في افتتاح الدوري الاحترافي في موسمه الجديد. الرجاء يبحث عن حل نهائي لأزمة لاعبيه. يدرس فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم مجموعة من الحلول مع لاعبيه الذين قرر مدرب الفريق التونسي سعد الشابي التخلي عن خدماتهم خلال الموسم الكروي الجديد. ووضع الشابي المكتب المسير للرجاء في وضع محرج بعدما قرر إبعاد كل من بدر بولهرود، محمد المكعزي ومحمد دويك، وكذلك صلاح الدين عميلة وأيمن شيبود إلى جانب الوافدين الجديدين سفيان الأزهري وعمر العمراني بعد أن وقع لهما مسؤول رجاء دون علمه. وعبرت الأسماء المذكورة سلفا عن غضب شديد من قرار سعد الشابي التخلي المفاجئ، الأمر الذي سيدفع إدارة الرجاء برئاسة رشيد الأندلسية إلى إيجاد حل في أقرب وقت على بعد يوم واحد من انطلاق الدوري الاحترافي. وتعاقد الرجاء الرياضي مع 10 لاعبين في الميركاتو الحالي هما مصطفى كوياطية، سامي هين، محمد النهيرية، سفيان الأزهرية، عمر العمرانية، بوشعيب عراسية، جمال حركاس، حميد أحداد، جبريل سيلا ومحمد شهيبة. الشابي يعتمد على مهاجمه الجديد. بات التونسي سعد الشابي مدرب فريق رجاء الرياضي لكرة القدم بإمكان الاعتماد على مهاجمه الغيني مصطفى كوياطية الدولي الغيني. وصل يوم أمس إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وشارك مصطفى كوياطية في معسكر المنتخب الغيني استعدادا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. للإشارة فإن الإعلامي حسن جبريل المختص في كرة القدم الغينية أكد لموقع راديو مارس أن اللاعب سيصل إلى المغرب سواء أمس الثلاثاء أو اليوم الموالي. الرجاء يتراجع في آخر لحظة عن فسخ عقد لاعب بارز. تراجع المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي
في آخر لحظة عن فسخ عقد محمد المكعازي لاعب خط الوسط بعد أن عقد الأخير اجتماعا مع رشيد الأندلسي من أجل فك الارتباط. وأوضح مصدر قريب من الرجاء أن المكعازي حضر رفقة وكيل أعماله إلى الرجاء واتفقوا على جميع تفاصيل فسخ العقد، ووقع اللاعب وثيقة فك ارتباطه بالرجاء، وكان ينتظر توقيع الرئيس والحصول على الشيك بمستحقاته المتفق عليها. وفاجأ الأندلسي المكعازي ووكيله بالتراجع عن التوقيع وطلب منه البقاء بالفريق إلى نهاية عقده لحاجة الفريق إلى خدماته. وأكدت مصادر أن احتجاجات بعض المنخرطين كانت وراء الإبقاء على مكعازي بالرجاء دقائق قبل فسخ عقده، ووافق اللاعب على مواصلة مسيرة رفقة الفريق الأخضر شريطة التدرب مع الفريق الأول كما كان عليه الحال منذ التحاقه بالقلعة الخضراء قادما من فريق المغرب التطواني.